الاحتفال يعني تلخص في ثلاثة أحاديث أو ثلاث كلمات لثلاثة من أعضاء المجمع، كل منهم عالج قضية معينة. يعني اثنان منهما تحدث عن قضية اللغة العربية، الدكتور محمد حسن عبد العزيز تحدث من المنظور التاريخي ورؤية بعض المهتمين بالعربية من العرب والمستشرقين لمستقبل اللغة العربية. أما الدكتور محمد شفيع الدين السيد فقد تحدث عن خطر المدارس الأجنبية على مستقبل اللغة العربية وعلى الهوية أيضا المصرية، لأن الطلاب أو التلاميذ الصغار فيها يتعلمون لغات أجنبية ويقرؤون نصوصا تنتمي إلى ثقافات أخرى تجعلهم على هامش الثقافة الوطنية المصرية والثقافة القومية العربية. أما دوري فقد كان إلقاء بعض القصائد من روائع الشعر العربي الذي أحبه دائما، وأقول إن الناس لو استمعوا إليه إلى نماذج منه في برامج تلفزيونية أو إذاعية أو في الأندية التي يجب ألا يقتصر نشاطها على الرياضة، وإنما يجب أيضا أن تتسع لندوات ثقافية وأدبية في المقام الأول، فكان دوري كما رأيت إنشاد عدد من القصائد التي اخترتها من الشعر العربي الجميل. لا مانع من أن نتعلم ونعرف لغات العالم أيا كانت شرقية أو غربية، هذا ما لا جدال فيه، إنما الذي لا ينبغي أن نسكت عليه أو نتغافل عنه هو معرفتنا باللغة العربية. نتعلم لغات العالم، ولكن علينا أن نتقن لغتنا ثم نحاول أن نقرأ في تراثنا وثقافتنا، لأننا إن كنا الآن يعني لسنا على ما ينبغي من التطور والإشراق على المستوى العالمي، فإن ثقافتنا كان لنا ماض عريق. أنا لا أقول نرجع للماضي فقط، ولكن أقول كان لدينا ثقافة واسعة وعميقة وعريقة في العلم وفي كل مختلف النواحي المعرفية، فيستطيع شبابنا أن يطلعوا هذه الثقافة بإجادتهم للغتهم إلى جانب ما يعرفون. هم يعتزون بأنهم يعرفون لغات أجنبية كثيرة، لا بأس بهذا، بل نشجع عليهم، ولكن نشجعهم أيضا أو نوجب عليهم أن يعرفوا لغتهم وأن يفخروا بها، لأن الذي نراه من الشباب الآن أنهم يخجلون أحيانا من معرفتهم بالعربية ويتباهون بمعرفتهم للغات الأجنبية والثقافات الأجنبية. بداية كلنا مسؤولون، هذه واحدة، لكن لا شك أن المؤسسات التعليمية عليها الدور الأكبر، مؤسسات التعليم ومؤسسات الثقافة عليها الدور الأكبر في هذا السبيل. يعني أولا التعليم لدينا متدنٍ إلى أبعد الحدود، خاصة تعليم اللغة العربية، أنا أقول التعليم كله متدنٍ وهذا على مسؤوليتي. أما تعليم اللغة العربية ففيه من الأخطاء ما يستدعي المحاكمة، وأنا أقول هذا على مسؤوليتي، يستدعي المحاكمة فعلا لبعض المسؤولين والقائمين على تأليف الكتب ومراجعة الكتب والعناية بما يقدم للطلاب، على الناس أن يبذلوا جهدا، وعلى من يتصدى لمسؤولية أن يكون على مستواها من العلم، بمعنى ألا يتصدى إنسان لتأليف كتاب لتعليم اللغة العربية في مدارسنا الإعدادية أو الثانوية أو الابتدائية ثم لا يكون هو على بنفس المستوى الذي أهله لهذا العمل. هذه مشكلة لدينا، أن يتصدى من لا يعلم للفتوى فيما لا يعلم.